متابعينا الكرام، متابعي جريدة وموقع أهل مصر في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. صباح الخير على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعد عليكم بالصحة والخير واليمن والبركات. النهاردة ومن على شط بورسعيد، يعني وكان من المتوقع أن شط بورسعيد يكون مليان بالمواطنين، وخاصة ان هم كانوا بعد ما يأدوا صلاة العيد بيطلعوا على البحر مباشرة. لكن للأسف يعني مش عارفة، رغم ان زي ما احنا شايفين الشمس جميلة اهي ومشمسة والجو رائع والامواج يعني هنقول الى حد ما معتدلة، الا ان البحر خالي تماما من المواطنين. هنقول طبعا النهاردة كان في ساحات اتفتحت لأول مرة لأداء صلاة العيد، ومن بعد فترة كورونا هنقول كان مفيش ساحات، كانت الصلاة تبقى في المساجد، ولكن النهاردة كان في ساحات كتير في محافظة بورسعيد مفتوحة، وكان منهم ساحة المعمورة اللي أدى فيها محافظ بورسعيد مع المواطنين صلاة العيد، وكان في اقبال كبير جدا من المواطنين. وبعد طبعا اداء الصلاه انتشروا في شوارع بورسعيد وخاصه في شارع طرح البحر، وبداوا يمشوا بقى في الحدائق والمتنزهات، وكان هنقول كمان المسلم، وكان موجودين في شارع الجراش. ولكن مع انطلاقهم بعد الصلاه على طول للاماكن، كان من المفترض ان هم بيطلعوا على شط بورسعيد، ولكن زي ما احنا شايفين البحر خالي تماما من المواطنين، الا يعني حاجه بسيطه جدا تلاقي واحده وصاحبتها ماشيين بتفسحوا، لكن هنقول الاسر مفيش اسر ولا في اطفال صغيرين مع اهاليهم. وزي ما احنا شايفين المشهد قدامكم كده، بالرغم السماء جميله اهي والشمس ساطعه حلوه قوي. هنا احنا بالقرب من الكازينو العائم اللي بتبقى طبعا هنقول المنطقة دي بتشهد اقبال كبير جدا من المواطنين، ولكن زي ما احنا شايفين افتقدنا المشهد الجمالي بتاع تزاحم المواطنين او اهالي بورسعيد، وكمان كان بيجي من المحافظات المجاورة بيبقى موجودين هنا على شط بورسعيد. لكن هنقول اول يوم العيد ممكن الكل في محافظته بيحتفل مع أسرته، وإن شاء الله ممكن نلاقي التزاحم ده يبدأ من بكرة إن شاء الله، وخاصة إن الناس كانت سهرانة بعد طول الليل لأداء الصلاة، وممكن يكونوا روحوا وناموا لأن كانت البهجة والفرحة والسعادة، يعني كانت الوقت اللي بعد الصلاة مباشرة. لكن مش هننسى السنوات اللي فاتت كان الناس بيطلعوا من الصلاة على الشط وعلى البحر وبيقعدوا وبيقضوا يومهم يمكن لغاية العصر. ماشيين معاكم في جولة على شط بورسعيد بنشوف مظاهر الاحتفال اللي اختفت منها على الشط، ولكن ممكن تبقى موجودة على الكورنيش. هنطلع معاكم كده وهنشوف هنا في الحتة دي هنلاقي يعني ناس قليلة جدا قاعدين على الشماسي. وهنخرج معاكم بره هنلاقي فيه احتفالات كده وركب بيتش باجي وحصينة.
طبعا احنا هنا بجوار الكازينو العائم، وكانت قلنا المنطقة دي بالذات كانت بتشهد توافد كتير من المواطنين، وخاصة كمان الرحلات اليومية، رحلات اليوم الواحد. وهنلاقي يمكن يكون موجود فعلا جنبها كده يعني ايه بهجة واحتفال بالعيد بركوب البيتش باجي والحصنة هنا خارج الشط على الكورنيش. يعني هنقول الاحتفال هنا خارج البحر. والاحسنة كمان يمكن يكون بدأت في أسر، بدأ في أسر تتوافد إلى البحر أهو. يعني هنقول بدأت بقى دول أكيد اللي كانوا نايمين وبدأوا يصحوا دلوقتي ويجوا على البحر، أكيد دول ما صلوش صلاة العيد. يبقى هنقول اجواء الفرحه واجواء الاحتفال هنا بره البحر، خارج البحر على الشط من بره. وهنشوف كده بالبيتش باجي والحصنه والاطفال الصغيرين هم اللي مقبلين طبعا ايه بدون ذويهم. الاهالي بدات تتوافد ولكن بنسبه هنقول بسيطه جدا. أسر بدأت تيجي في المنطقة دي، زي ما قلنا المنطقة دي بتشهد تزاحم كبير من المواطنين، ممكن احتمال يكونوا بعد الظهر كده هيكونوا صحوا من النوم وهيجوا بقى ياكلوا الفسيخ هنا على بحر بورسعيد. متابعينا الكرام، متابعي جريدة مواقع أهل مصر في كل مكان، كل عام وحضراتكم بخير. هنا من محافظة بورسعيد، تابعوا معانا لايف جديد في حرس العيد اللايف الجاي، وإن شاء الله تعالى مدار اليوم هنبدأ نوريكم أماكن بورسعيد الجميلة واللي بورسعيد أو مواطنين بورسعيد بيحتفلوا بيها بالعيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. كانت معكم سعادة جديد من محافظة بورسعيد.